صبروا الحمد لله. هاي اثنينكم وليدكم تشاركون ما شاء الله. شاعر جابر الكاظم، كبير جابر المدرسة، شاعر عبد الخالق المحلى. هاي صورة تطيب الخاطر على قولتهم سيد عبد الخالق المحنى. هذا الزلمة بعد ما يعني ما مو مصير شارع للقصر، لا لا القصر الحسيني موجود، بس يم يمكن الحاج باسم الكربلاء، لأن كتب له من أعظم القصائد الحسينية وهي المدرسة الكبير جابر الكاظم. جابر تحياتنا سيد عبد الخالق، والله على رأس السيد شابته وهو كله. يعني ايش عجب مداخله وياك، ايش عجب الديباج جابر الكاظم؟ لا اكو اكو بعد بين جابر بين استاذ جابر والسيد عبد الخالق بعيد مصطفى، يعني شلون تقيس من يا باب؟ اقيس من باب حسب المكان اللي تنطرح به القصيده. يعني هسه كانت المكان اللي تنطرح به القصيده من عافه الحاج باسم كان مو مكانها قصدك؟ لا مو مكانها، بس كان الموضوع انا يعني هسه شلون والله المكان كان يقرا به باسم الكربلائي. احنا موضوعنا هسه لان باعتبار انا بدي اسالك سؤال، يا هل كان تحس بروحيه لا تجامني ما جامني وكبار احنا شنو نسولف خلينا بجيبنا احنا يا هل بها الروحيه القصايد مال قبل لو هسه بصراحه؟ يعني مو مساله قبل لو هسه والقصايد بس احنا لغه اهل العراق يكتب لنا عبد الخالق المحن وبمن احنا اهل العراق احنا شنو لا اكو هاي قصائد مو انا ما افتهمها اكو ناس طفل طفل مثلا من تقول له شو تريد تفتهم يا قصيده؟ لا انا اعارضك بهذا الموضوع. شلون تعارضنا؟ اعارضك جابر انا ما تعد شعراء اثبات الشيء لا ينفي ما عداه عدل اكبر من جابر ما له علاقه كلهم على راسي احكي لك من جابر جابر وخر على صفحه حطه بس انا عفتكم بس اي لا لا النقاش انا عفتكم بيناتكم لا مو اريدكم بيناتكم بس بدون عصبيه لا بدون عصبيه انا بالمناسبه يعني واحد يدافع عن اللي سمعه ويدافع عن اللي هم اسمحهم الله شاف اي كذلك شلون هو قال لك ليش الديباج هاي جابر ما سويته لعبد الخالق القصيده الحسينيه مثقفه هم جابر وقصيده عبد الخالق مثقفه بس مو مثل جابر الكاظمي علي استاذ علي جابر استاذ مصطفى جابر بكفه وشيل شعراء المنبر الحسيني بكفه هاي من الثوابت انا احكي من يا باب احكي من باب احنا اهل العراق شو نحب؟ نحب الدمعه زين ونحب بس لا مو دمعه انت طيب مجال يسولف هسه انت مثل ما جاي تدافع على الشعر نحب الدمعه ونحب اللهجه القريبه علينا الشاو وينك وطحت ومدري طيح على الوجه مدري على ظهري يعني ذن اللي نحسهن اللي اصلا اقعد ابكي اقعد اسمع جابر يكتب بلغه من يعني مو الكل تفهمها يعني انا ما استاذ جابر كبير صحيح وخادم من خدمه الامام الحسين وانا مو اشكل عليه مستحيل بس انا ليش عبد الخالق طور النص ببساطه والدليل هسه الشباب شوف تليفوناتهم صحيح وهسه زمن الستوري والفيسبوك والانستغرام ومن هاي تلقى الستوريات كلها طبعا يعني استاذ جابر ماكو فهو الساحه السيد عبد الخالق يعني ليش ماكو؟ ماكو خلاف صار له سنين ما لنا علاقه بالخلاف هاي خلافات شخصيه احنا ما ندخل انا بدي اسالك سؤال اعطيني قصيده خدشت سمعك استاذ جابر وعطيني قصيده ما بتشتك ما بتشتك مو ما خدشت لا ابكي وزينب لازق الثوب ما تنهي اطلع على السيد ووضح على هاي المساله واي يعني واي اكو ابيات واي والله اجل احترامي وتقديري للسيد عبد الخالق بس احنا مثل ما احنا شعراء مستمعين يعني انا من اروح للملا باسم شو اسوي غير طم صحيح ومع ذلك انا متميز عن الباقي اللي طمون لان انا اسمع شعر بس يعني احنا ليش دائما نركز على هن ما اسميهن مثلا رؤيه الشاعر هي لا لا يخدش انا اليوم ليش ركز على حسين كبيره ما ارجع انا اخدش من جديد قصيدة مثقفة أكيد حل النزاع أكيد تحياتنا لهم اثنينهم كبار جبال كبيرة خدمة الحسين خدمة الحسين أفزكم باب النقاش أفزكم وأنا مو من باب أنا مالت الله إن شاء الله ودي لا العفو أستاذ علي حبيبي أستاذ أحمد أنا بالمناسبة سيد عبد الخالق المحنى يجوز شايفه بس بالشاشة ما عند أي هسه حتى الوقت لي داهم